هو يعني الميزانية بصفة عامة ما تمناش نضبطوها ونحدوا فيها بملامح كبيرة اللي هي قانون المالية ومواطعة الموارد متاعك منين جاية دونك وتوزيعها يتم بعد على حسب قانون الميزانية حسب الوزارات وحسب العناوين. في الإطار هذية حب نقول اللي احنا عنا مشكلة طو عنا مشكلة أنه الميزانية متاع 2016 التوى اللي عملنا ختم الميزانية لازمنا قانون ميزانية تكميلي باش نختموا به الميزانية وبعد ما نختموها لأنه ما نجموش نعمل ميزانية جديدة وحنا ما سكرناش ميزانية القديمة احنا التوى سكرنا ميزانية القديمة فهالخلل هذية حقيقة ما تقنينه حتى تفسير إلا أنه كالعادة ثم تخبط في كل إجراء نقوم به مع حكومة يوسف الشاهد عملها لسارت أنه دخلنا في ميزانية نقشوا فيها ونصادقوا على ميزانيات ونحن التكميلية ما عملناهاش ونحن ختم الميزانية القديمة ما عملناهاش ما بتعرف احنا إلا ما نختم الميزانية القديمة لأنه الاعتمادات ما تقعدش حية الاعتمادات ما تموت وقتها في الميزانية القديمة في العام القديم ونبدأ عام جديد للأسف نعاود نقول لأنه المجلس ما عادش حاسين اللي ثم معناتها رؤية واضحة حتى في أبسط الإجراءات اللي قاعد يقوم بها المجلس هذه من ناحية أخرى توا كي نقولوا ميزانية مجلس نواب الشعب أو ميزانية رئيس الجمهورية أو ميزانية رئيس الحكومة نقولوا بالحجم نتاع الاعتمادات اللي وزدت لهذه الميزانية نجي نشوفوا نقاو في الميزانية هذه نحكي ما نحكي على الشكل لو طو نحكي على الشكل ما تدخلش المضمون الميزانية هذه معناتها فما خلل كبير في حاجة أساسية اللي هي سنوية الميزانية عنا حاجة اسمها سنوية الميزانية هي هذه مبدأ أساسي كما وحدة الميزانية أربع مبادئ الميزانية منهم هذه سنوية الميزانية اللي الميزانية لما ترصد على عام من 1 جانفي حتى 31 ديسمبر إلا أنه تضح من خلال مثلا ميزانية مجلس نواب الشعب اللي الميزانية على الأقل نحكي على مستوى العنوان الأول اللي هو النفقات تتصرف النفقات اللي هي الأجور نلقاو اللي الأجور التي وصدت في الميزانية هذه ناقصة أجور ناقصة فلما سألناهم قولونا شو معنى الأجور ناقصة الأجور القارة حاجتين يا إما نحن باش نقصوا من الموظفين وفي الحالة هذية نلقاو الامباكت متاعو في الميزانية نلقاو على الأقل ربريك متعلقة بالمخاطر متاع أنك تنقص موظف لأنك باش تدفع انديميتي وإلى آخره تمام مخاطر يزم يتحط وهذا مش موضوعنا دونك مثلا ماش باش نقص من الموظفين وإلا باش نقص من الأجرة متاع الموظفين والحالة هذه كيف ما هيش واردة لأنه سامحني مثلا مش شجاعة الحكاية هذه خاصة وإحنا نحكيه على الزيادة وليس على النقصة